يقول هناك من يستدل بحديث ذات أنواط على مسألة العذر بالجهل وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا ذكره الشيخ في كشف الشبهات، أجاب هذه الشبهة وأجاب عنها، قال إنهم لم يفعلوا ولو فعلوا لأشركوا، ولكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفوا ما فعلوا حتى يقال يعذرون بالجهل. نعم.